والقضاء في وحلا والصحافة في محنة والقضاء في وحلا والصحافة في محنة والقضاء في وحلا والصحافة في محنة والقضاء في وحلا. الوقفة ديال اليوم اللي نظمتها همام هي الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين كتجي للتضامن مع الصحفي حميد المهداوي. مع الأسف في المغرب بالرغم من بعض الإشارات اللي ما كتكونش مكتملة للدعم حرية التعبير، نجد هذه المتابعة تأتي خارج كل السياقات. مع الأسف في المغرب إذا كنا في مرحلة معينة نتحدث على حرية التعبير بشكل كبير جدا، نلاحظ أنها مرة أخرى هذا القوس يغلق من خلال المتابعة ديال حميد المهداوي كصحفي. أظن على أن الصحفيين من خلال مجموعة ديال المقررات ومجموعة ديال المعاهدات الدولية تعطي للصحفي حرية أكبر للتعبير باعتباره نبض وباعتباره سلطة رابعة. مع الأسف حتى هذا الحد الأدنى ديال حرية التعبير أصبحت تنتهك في متابعات غير مفهومة وليس لها أي مبرر. الهدف منها الأساسي هو تكميم الأفواه وإسكات الأصوات التي يعتبرها المخزن أنها مزعجة له. إذا بالنسبة لنا هذه الوقفة ولا بالنسبة لنا داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مرة أخرى نطالب بإغلاق هذا الملف، ليس فقط ملف المهداوي ولكن كل المتابعات اللي كتجي للتضييق على حرية التعبير، لأن لا يمكن أن نتحدث على دولة الحق والقانون إلا في حضور حرية التعبير بشكل كبير جدا. وهذه حرية التعبير ما يمكن تكون إلا بحرية الصحافة. مع الأسف في مرحلة معينة كنا نشتكي أن ليست هناك صحافة مستقلة وهناك فقط بعض الأقلام أو بعض الصحفيين المستقلين. الآن في المغرب حتى هذه الأقلام يتم العمل على إسكاتها. إذا مرة أخرى يجب أن نذق ناقوس الخطر فيما يتعلق بحرية التعبير في المغرب، إذ لا يمكن بناء مغرب آخر في غياب حرية ديال التعبير للجميع وللصحفيين خصوصا باعتبار هذه مهنتهم. بعث الأستاذ المهداوي في إطار القانون الجنائي وليس في إطار الصحافة. لا كنظن باللي الهدف منه ماشي فقط في الحال، مع الأسف يتم إعادة تكرير ما وقع مع رضا، مع وقع مجموعة من الحالات، أن لأن المخزن باش يقمع كيعرف أن القانون ديال النشر فيه فقط العقوبات المادية إلا كانت، إذا يمر للقانون الجنائي. كذلك نقطة أخرى في الملف هي لأن انصرام الأجال أو التقادم فيما يتعلق بحرية النشر اضطرت المخزن أنه يلتجئ القانون الجنائي تحايلا على القانون من أجل متابعة ديال حميد المهداوي. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.